هذا وأكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة في نشرة سابقة أنه وبعد مبادرة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بنقل المشجعين لمؤازرة منتخبنا الوطني في المباراة المقبلة، تم التجاوب بشكل مباشر وسريع من قبل عدد من الجهات الداعمة التي خصصت عددا من الطائرات لهذه الغاية. مباشرة بعد انتهاء من مباراة أمس تم التواصل مع العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة والمالية للمساهمة والتعاون معنا في دعم المنتخب ونقل الجماهير. وبالفعل يعني إلى هذه اللحظة هناك 11 مؤسسة وشركة تعاونوا معنا، حاليا وصل عدد الطائرات إن شاء الله بإذن الله إلى 12 طائرة بتكون إن شاء الله شركات، هي شركة نفط البحرين بابكو وتبرعوا بطائرة كبيرة، بنك البحرين الوطني وتبرعوا بطائرتين، بيت التمويل الكويتي طائرة كبيرة، شركة ألمنيوم البحرين ألبا، شركة غاز البحرين الوطنية بني غاز، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو، شركة فيفا البحرين وشركة زين البحرين وبنك البحرين والكويت ومجموعة جي اف اتش المالية وشركة الخليل لصناعة البتروكيماويات جيبك. هذه نعم. مجمل الشركات إلى هذه اللحظة اللي ساهموا معنا في نقل الجماهير إن شاء الله حسب توجيهات نعم. سمو الشيخ ناصر بن حمد.